يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الله يعز بلادنا ويحمها الليلة الحفلة يذعذع بها الطيب غطى على الصفين صوت التراحيب وجود ذي مطلق ونعم المعازيب الله يعز بلادنا ويحماها هم الضربة اللي تشيب العين من فعلها الضربة اللي أصحاب وضيوف ورجال ونعم الرجال لكننا ضد جميعنا ذات الأصول العريبة اللي حضرنا في ضيافات عتيبة يا دبلوماسي وش معك فالحقيبة هذا الصحيح وقولوا اللي يقولون حاولت ناقش نقاش ولا الناس بالعرف تسمع لك وتسمع لها الناس بالعرف تصوم مثلي وتفطر عند شوف الهلال تصوم مثلي وتفطر عند شوف الهلال يا اللي تقص الحقايق وتتبع لها صوم مثلي تفطر عند شوف الهلال تصوم مثلي وتفطر عند شوف الهلال يا لا تلك عشر سنين وانت تحزم يا فكرتي كيف الطويل تقزم الله يعز بلادنا ويحماها هالمفسدين عشري ذممهم بخشم شامات سانع لي وسانع لها مرن شامات سانع لي وسانع لها
جعلها ضيقه بلا صلح يا جعلها شباب منا شاهدوا مسرحية وتعلموا منها علوم الردية لكن عليهم صاحت الأغلبية الله يعز بلادكم ويحماها مجمعين السوالف مثل جمعة دعها تجمع ولا داعي تجمع لها اللي تصنع مشاعرها شباها أطقها بالمناخر ما تصنع لها أطقها بالمناخر ما تصنع لها واللي بصنع مشاعرها شبه رجال أطقها بالمناخر ما تصنع لها واللي تصنع مشاعرها الله يعز بلادنا ويحماها يمكن تحاول ما رمامك حيلات يا ذيب صوتك ضاع ما بين الأصوات احنا بدو ما نعرف المسرحية صوتك ضاع من طول الأصوات إنا بدوم نعرف المسرحية الله يعز بلادنا ويحموه لا تقصر الرامي يوم المعركة والقتال لا تقصر الرامي يوم المعركة والقتال والبندق ارفع لها ارفع مجال النظر والبندق ارفع لها تقصر الرامي يوم المعركة ارفع مجال النظر والبندق ارفع لها تقصر الرامي يوم المعركة ارفع مجال النظر والبندق ارفع جبنا الندايا ومنادتنا طوال الجبال واليوم في الضلع والقوم انت طلع لها واليوم في الضلع والقوم انت طلع لها جبنا الندايا حكيم اصبر صبر وتحمل وكثير في بعض الامور تجمل اهدي هدايا وتصدق وزمل والله يعز بلادكم ويحماها على ارض ابوهم وهم
صغار الافكار تخطي وانت شفاع لها الذيب مشكور لا قدر شعور الغزال وإذا تحدت كنفسك لا تطاوع لها الذيب مشكور لا قدر شعور الغزال وإذا تحدت كنفسك لا تطاوع لها